السلام عليكم. اليوم راح أكلمكم عن حادثة بسببها اضطريت إلى أن أدخل إلى قاعة العمليات وأن أتابع عملية القلب المفتوح للصدر لعملية تبديل شرايين القلب. فخلوكم وياي وخلينا نبدي. قبل حوالي سنتين اتصل علي مريض من العراق، يبلغ عمر المريض 73 سنة، وقد كان المريض يعاني من انسدادات في شرايين القلب بالإضافة إلى جلطة دماغية سابقة. يعتقد أنه السبب كان تخثر دم في الدماغ، بالإضافة إلى ذلك كان المريض يأخذ عديد من الأدوية للضغط والسكر. وبعد ما راجع المريض أطباء عديدين في بلده، وتم إخبارهم من قبل الأطباء بأن عملية تبديل الشرايين هي عملية ضرورية وإلزامية في مثل حالته، لكن نتيجة لتقدمه في العمر وضعف عضلة القلب وتناوله لعديد من الأدوية المسيلة للدم وأدوية الضغط وأدوية السكر، فإن نسبة الخطورة في مثل هذه العمليات تكون نسبة عالية، ونصحه بالتوجه إلى خارج القطر لإجراء هذه العملية. ونتيجة لرأي الأطباء قرر المريض السفر إلى الهند. وعند السفر إلى الهند وفي نفس اليوم، اليوم الذي تم استقبال المريض، أخذته إلى أفضل دكتور موجود في المدينة، أفضل دكتور قلب موجود في المدينة، وعملنا القسطرة التشخيصية. وبعد ما تبين من القسطرة التشخيصية بأن حالة المريض هي حالة خطرة وهناك عديد من الشرايين المسدودة وضروري جدا أن نعمل العملية، لكن نتيجة للحالة الصحية التي يعاني منها المريض فإن نسبة نجاح العملية تعود قليلة في مثل هذه الحالة. وقد أخبرنا الدكتور بأن نسبة النجاح لا تتعدى 70 أو 80% في مثل هذه الحالة. وبعد أن عملنا القسطرة التشخيصية أخبرنا الدكتور بأن هناك عديد من الشرايين المسدودة وأن خطورة هذه الشرايين في السنتين القادمة قد تسبب سكتة قلبية، وأن خطورة هذه الحالة 50 إلى 60% أما في حالة الرجوع إلى العملية ففي مثل هذه الحالات هناك خطورة عالية في العملية أيضا. وقد أخبرنا الطبيب أن نسبة نجاح العملية لا تتعدى 70 أو 80% عند إجراء العملية. فهنا بقينا بين أمرين، الأمر الأول هو عدم إجراء العملية وتحمل نسبة خطورة 50 إلى 60% من الإصابة بنوبات القلب أو السكتة القلبية خلال السنتين القادمة، أو الخيار الثاني الذي كان إجراء العملية بنسبة نجاح 70 أو 80% والمخاطرة. ولكن هنا أخبرنا الطبيب بأن هنالك يوجد حل ثالث، وهو إجراء العملية تحت التخدير الموضعي لمنطقة الصدر والحفاظ على وعي المريض أثناء العملية. وأخبرنا طبيب القلب بمراجعة طبيب التخدير، وقمنا بمراجعة طبيب التخدير ورسلنا إلى عديد من الفحوصات ومراجعة كل من طبيب الكلى وطبيب الرئتين التنفس، وبعدها بعد أخذ التقارير الكاملة وأخذ آراء الأطباء رجعنا إلى طبيب التخدير، وعندها أخبرنا الطبيب بأنه ممكن أن نعمل هذه العملية تحت التخدير الموضعي لمنطقة الصدر، وأخبرنا عن أنه في وقت العملية راح يقوم بضرب أبرة في العنق ذلك لتخدير منطقة الصدر مع الاستمرارية في إعطاء مسكنات الآلام عن طريق الوريد، عن طريق المغذي الـIV للوريد. وبعد الانتهاء من طبيب التخدير رجعنا إلى طبيب القلبية وأخبرناه بالحالة، وبعد الاطلاع على هذه الفحوصات ورأي الأطباء، رأي أطباء التخدير مع الكلى مع الرئتين، أخبرنا الطبيب بأنه ممكن أن نعمل هذه العملية تحت التخدير الموضعي فقط، وفي مثل هذه الحالة نسبة نجاح العملية راح تكون أكثر من 95%. وهنا صار عندنا حلين، الحل الأول هو عدم إجراء العملية والبقاء على حالنا مع خطورة أو احتمالية إصابة في النوبات القلبية أو السكتات القلبية 50% في السنتين القادمتين. والحل الثاني هو إجراء العملية تحت التخدير العام، وفي هاي الحالة راح تكون نسبة النجاح بين 70 إلى 80%. والحل الثالث هو إجراء العملية تحت التخدير الموضعي لمنطقة الصدر بالتعاون مع طبيب التخدير، وفي هاي الحالة راح يكون نسبة نجاح العملية أكثر من 95%. وطبعا اختارينا الخيار الثالث وهو إجراء عملية القلب المفتوح تحت التخدير الموضعي فقط. وهنا طلب الطبيب من عندي أن أكون معاهم في غرفة العمليات، ذلك لسببين، السبب الأول هو للتكلم مع المريض والحفاظ على وعي المريض وعدم فقدانه لوعيه نتيجة للتخدير والأدوية المسكنة اللي يأخذها وقت العملية.
أما السبب الثاني هو إخبار طبيب التخدير في حالة وجود ألم أو زيادة في الألم أثناء العملية. كان علي أن أخبر الطبيب، وبهاي الحالة الطبيب راح يقوم بزيادة جرعة أدوية التخدير والمسكنات للآلام، وذلك لتجنب الألم أثناء العملية. وبعد 4 ساعات من العملية تمت العملية بنجاح، وتم نقل المريض إلى ردهة العناية المركزة، وتم نقله في اليوم التالي إلى غرفته في المستشفى، بحيث بقى في هذه الغرفة لمدة 3 أيام، وخرج بعدها إلى السكن خارج المستشفى. وبعد مدة 10 أيام وبعد مراجعة الطبيب، وافق الطبيب على أن يسافر المريض ويرجع إلى البلد. هذا الكلام كان قبل حوالي 2 سنين، وقبل فترة وجيزة زارنا المريض زيارة أخرى وقام بزيارة الطبيب وأخذ الأدوية لمدة 1 سنة مقدماً، وبقى هنا حوالي 1 أسبوع ورجع مرة ثانية إلى البلد. والجدير في هذه الحالة هي صبر الطبيب وعدم الاستعجال في إجراء العملية والمخاطرة في حياة المريض. وجدير بالذكر أيضا هو طبيب التخدير وفريق التخدير اللي لعب دور مهم في نجاح العملية والعمل كفريق في إنجاح هذه العملية، وإن السبب الرئيسي لنجاح هذه العملية كان هو الصبر والإخلاص في العمل، وطبعا التوفيق الأول والأخير من الله عز وجل. وبهذا وصلنا إلى نهاية الحلقة، في أمان الله. أنا حسن عبدي من مواليد 1944، عمري 74 سنة، وجيت على هند مدينة بنغلور. استقبلني أحمد، ورا هذا جابني جابني للفندق، من فندق وداني على مستشفى فوكس. هناك شافني الطبيب، قال يحتاج عملية، وكل شرايين سويت عملية، كل شرايين بدلوا من قلبي، والحمد لله والشكر لله. يعني من ذاك اليوم لا ألم، كل شيء ما عندي، لا دقة القلب ما بقى، الحمد لله. الله يرضى على طبيبنا، الله يرضى على أحمد.